اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. الحقيقه برضو في اطار كلامنا عن عوده الجمهور مره اخرى، اذا هنصل لنقطه هامه جدا وهي نبذ التعصب. طبعا نبذ التعصب، وهو اتجاه واخده شركه لايف الحقيقه خلال الفتره اللي فاتت وش الفتره القادمه، بالتنسيق طبعا مع القناه يعني. وبالتالي لازم كل امورنا تبقى واضحه كيفيه نبذ التعصب. ما هي هو ده العنوان برضو يعني. أيوة. ده عنوان رئيسي. ويمكن انا في كلامي يعني كنت مركز مش على على عوده الجمهور من كورونا، لان عوده الجمهور في ظل كورونا لها اجراءات احترازيه طبعا زي ما حضراتكم اشرتوا. هي عوده الجمهور المشكله الحقيقيه عوده الجمهور العادي بشكل عام حتى في وجود كورونا او عدم وجودها. ايوه. وبالتالي هو عودة الجمهور كانت أساسية. غياب الجمهور كان ليه؟ لوجود التعصب. أيوة. والفتن والمشاكل، وهو ده اللي كان بيخلي الجمهور يبقى رايح مضغوط وعنده أجندات. كل واحد رايح عنده أجندة بيشتغل عليها. فمهم قوي 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 مسألة التعصب موجود في كل أنحاء العالم. يعني التعصب لفريقك موجود في كل انحاء العالم يا كابتن اسلام. بالظبط. اللي بقى اللي غير وبرضه على فكره لو سبت الحبل على الغارب لاي متعصبين على مستوى العالم. ايوه. هيعملوا جرائم برضه. يعني مثلا زي اقول لك زي ايه؟ موضوع الحزام بتاع السياره. طبعا. الجمهور الانجليزي في اليورو مؤخرا. لا لما لا كمان مثلا في اخر حاجه مؤخرا يعني ده حاجه كان بيعملوا كوارث يعني. ضربوا جمهور الايطالي في المباراه النهائيه. زي بقول لك الحزام لما اتفرض قانون وتعمل زي الكمامه لما بتتفرض على الناس. ايوه. وفي عقوبه، وعشان كده انا باكد استاذ جمال ماذا تم؟ تم ان مش الامن هو من يحاصر كل هذا، لكن الاتحاد الانجليزي واضح حزمه من العقوبات تنفذ معه، مش انت تحط الامن طول الوقت وتشقلب له كورس. لا مش حضرتك. هو اهل المحتوى والله. لا انا بقصد ايه، حتى اتحاد الكوره اللي هو الجهه المسؤوله عن اداره اللعبه، زي ما بنتكلم على طول مشكلتنا مثلا في الملعب انك تلاقي واحد ملوش مكان في السنتر. ايوه. واحد عيل صغير مثلا واقف في السنتر بيتصور مع ورا صلاح. نعم. فاكر اللي جاري ورا صلاح؟ ايوه. بيتصور مع نجم من النجوم. ايوه. احنا كاعلاميين انا بقعد اتفرج، لو انا قاعد في مدرج الصحفيين مثلا او في المقصوره او في اي مكان، انا ما احلمش انزل الملعب في المكان ده. انا بقول الواد القرد اللي نزل تحت ده ازاي يعني؟ يعني جامد. لازم يكون له حد بيساعده. لازم هو الخفيف السريع الحاجات كده يعني. شقي يعني. لا الواد الشقي ده. دول الاولاد ربنا يخليهم لهم. لا لا هو بقى اللي مش بيتكلم عليه. ايه اللي بيخلي الحكام احيانا كمان بتغلط؟ ايوه. عدم وجود نظام. لو ايه اللي بيخليه يبدا الماتش والعدد المسموح به متأخر؟ هو لازم ما نظام. هو كله قاعد ما بيعملش شغله وعايز الامن يعمله له يا استاذ جمال. لازم نظام. ايوه. دخول وخروج وجلوس جوه الملعب في مكانك طبعا، ما تتجاوزوش. احنا في الدورات الاولمبيه او في بطولات العالم بتبقى ماشي بالكارت بتاعك ده الاي دي. ايوه. عشان لو قلت ما بعرفش اقرا او بتاع بلون. بتمشي على الخط كده توصل المكان بتاعك. يا عم خد الخط الاصفر هيوصلك مكانك. أيوة. ما تقولوش بقى انا ما بعرفش انجليزي ولا الماني. لا امشي على الخط. العرب حدد لك مكانك. ايوه بالظبط. اماكنك اللي انت بتدخلها. ده يدل على ايه؟ على ان الامور دي منظمه. أوكي.